بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمو. هذه حلقة ستكون بخصوص عملة بيبي دوج كوين. سنقوم بمتابعة التحليل الذي أصلناه قبل أسبوعين على ما أظن، نعم أسبوعين، وسنقوم بتحديث هذا التحليل لنرى إلى أي مستويات سوف تصل العملة، يعني من خلال شرحنا لهذا الفيديو. فسندخل الآن إلى الشرح، مشاهدة ممتعة. عودة لكم مرة أخرى في قناتنا، قناة موكو. فكما تشاهد معي الآن، نحن في الحساب الرسمي لعملة بيبي دوج كوين. هناك احتفال بأعياد الميلاد إلى غير ذلك، هذا لا يهمنا. ما يهمنا هي الأخبار الإيجابية. الأخبار الإيجابية لعملة بيبي دوج كوين هي قبولها أو في منصة النيو بايمنت. فهذا خبر أثر كذلك على العملة، لكن ليس النيو بايمنت ليس من العملات، ليست من المنصات الكبيرة، لكن على العموم هي منصة دخلت إليها. حتى أنا حسابها غير موثق على يعني على تويتر، فللمعلومة فقط لا أنصح أي شخص أن يقوم بالدخول إلى هذا الى هذه المنصه. ففي حال كنت اذا تقوم بشراء عمله بيبي دوج كوين، هناك العديد من الطرق، ومن بينها الحفاظ عليها في هذا. اذا كنت اذا تستثمر على المدى الطويل، فانصحك ب يعني المحفظه على تراست واليت، وان تقوم بشرائها عن طريق يعني البانك اكسواب. شيء اخر وهو عمله او منصه الاوكس. هذه المنصه هي منصة معروفة ومنصة موثوقة، والعديد من المتابعين من يشتغل بهذه المنصة. فمنصة الأوكيكس هي من المنصات الموثوقة، وعملت على أن هناك يعني تداول البيانات، يعني وعلى أن عملة البيبي دوج كوين تحتل الصدارة الأولى، يعني في عمل في الأشخاص المهتمين بهذه العملة هذه. فالشيء الثالث وهي تفعيل حساب بيبي دوج كوين في موقع البيست سي سكان. فهذا الموقع هو معروف من اجل ان تاخذ بيانات حول العمله. فهذه الاخبار تؤكد على ان هذه العمله من العملات الموثوقه، وعلى انها يعني عمله من العملات التي يمكن لك أن تقوم بالاستثمار فيها بدون خوف، بدون أن يعني تقول على أنها مثلا ستكون عملة سكام. فأنا عاقل أتذكر هذه العملة منذ أن كانت في يعني منذ أن كان عندها يعني 1500 متابع على تليجرام، يعني الآن لديهم 1,500,000 تقريبا. انا منذ بدايه هذه العمله وانا انصح بشرائها، وحتى الان لازلت انصح بشرائها. دخولها لمجال ميتافيرس سوف نراها تتغير بشكل كبير جدا، حيث ان اصبح هدفها الان هو الدخول الى منصه يعني البينانس، وسنرى ذلك ان شاء الله في الفيديوهات القادمه، وحتى في الايام القادمه سنرى على انها سوف تدخل الى منصه البينانس. رغم ان العديد من يقول لي على ان العمله بها أصفار كثيرة، لديها سبلاي عالي، لكن العملة منذ أن انطلقت استطاعت أن تحرق أزيد من 40%، يعني حرق أزيد من 40% وحرق عالي جدا، يعني تقريبا منذ انطلاقها هي حتى الآن لا تحكم على العملة. حتى الآن هي فقط 6 أشهر على انطلاقها أو 7 أشهر على انطلاقها، يعني العملة لا زالت حتى الآن في بدايتها، عندها فريق من الفرق التي تعمل على التسويق بشكل عالي جدا، حيث ان هذه العملة لم ارى حتى الان اي عملة حصدت ما حصدته هذه العملة في الفريق التسويقي، حيث ان حتى الان في تويتر هي من العملات او هي من الاشخاص الذين او من الشركات التي تحصل على تاند عالي جدا في تويتر. في بلدان تصل الى مثلا الهند وصل الى كاول التاند حصل عليه، الى غير ذلك من الاشياء الخاصه بهذه العمله هذه. ف
عملة البيبي دوج كوين الشاز الخاص بها يظهر على هذا الشكل. سبق أن قمنا بتحليلها في الأسبوع الماضي، وسنقوم الآن بالرجوع إلى التحليل الذي حدثنا عنه، وقلنا على أن هذه المنطقة كما ذكرته، هذه المنطقة هي منطقة دعم قوية، وسيتم اختراقها للأعلى. تحدثنا على أنه للأعلى، وهنا ذكرنا على أنه سوف يصعد إلى الأعلى، وهذه المستويات التي سوف يصل إليها، قلنا على أنه سيخترق هذا المستوى وسيخترق هذا المستوى. حاليا ضرب لنا هذا المستوى، يعني تم اختراقه، صعد إليه، وحاليا صعد إلى هذا المستوى. الهدف الآن المرسوم والذي قمنا بنشره كهدف أولي، وهو الوصول إلى هذا المستوى الذي تشاهده معي الآن. يعني هذه هي المنطقة التي سنشاهد منها مرة أخرى نزول للتصحيح. حاليا لا أعتقد أنه سيكون هناك تصحيح. لو كان هناك تصحيح، يعني حتى لو كان هناك سيناريو تصحيحي، فسنراه يعني في المستوى 18، وممكن أن يصعد إلى المستوى 26. أوكي، فهذه مستويات، لكن غالبا لن يكون هناك أي تصحيح، لأنه في بداية عام 2022 سيكون هناك حرق كبير جدا، وغالبا سيتم حرق 5 كوادريليون، تقريبا 5 كوادريليون، يعني أنت تتحدث عن مبالغ كبيرة سيتم حرقها. فمجرد الحرق سنرى هناك العملة تصعد إلى هذا المستوى. اليوم سيتم حرق، يعني في 26 سيتم حرق عملة شيبا إينو، وسنقوم بوضع لكم فيديو آخر حول شيبا إينو، يعني حول الحرق وكذلك التحركات التي جاءت بعد الحرق. فالآن الأهداف التي رسمناها هي الهدف الأول في 26، ثم 28، ثم 31. هذه الأهداف التي رسمناها لكم، هذه الأهداف التي رسمناها لكم، وهذه الأهداف التي ستضربها. ذكرنا على أن هذا الزون هذا أو هذه المنطقة هذه هي منطقة قوية جدا لن يستطيع اختراقها، وذكرنا على أنه هنا كان كسر كاذب لهذه المنطقة. فهذا أثر على العملة وأصبح دخول قوي لي. أوكي، فأصبح دخول قوي إلى هذا. لو تشاهد الفوليوم هنا، يعني دخول الحيتان في هذه المنطقة، أصبح دخول قوي جدا للحيتان في هذه المنطقة. يعني هذه المنطقة لن تشاهد فيها أي نزول، حتى أننا ذكرنا في الفيديو السابق لو نزلت العملة إلى المستوى، أوكي لا ذكرنا في عملة شيبا أظن. فعلى العموم ذكرنا هنا على أن الفوليوم كان قوي جدا، يعني أي اختراق لهذه المنطقة دائما يكون هناك دعم قوي، دائما نشاهد هناك دعم قوي لهذه العملة. فالحمد لله حتى الآن التحليل تحترمه بيبي دوج كوين، تحترمه عملة بيبي دوج كوين وبقوة. فما نتمناه هو مشاهدة مستويات جديدة. العملة الآن في عملية صعود وصعدت، حتى بتغريدة يعني إيلون ماسك تحدثت البيبي دوج كوين على أن ممكن أن يكون على أن إيلون ماسك يقصد بتغريدته، يقصد بيبي دوج كوين، يقصد عملة بيبي دوج كوين. المهم العديد والعديد من الأشياء، يعني حتى مشاريعها في الميتافيرس سوف تؤثر بشكل كبير جدا إيجابيا على العملة. وسنشاهد في العام القادم، سنشاهد على أن عملات الميم ستكون هي العملات التي سوف تكون لديها مستقبل كبير جدا في عام 2022. سنشاهد تحركات تتذكر معي عملات دوج كوين أو بيبي دوج كوين، تذكرها معي، حتى هي يمكن أن تنافس عملة شيبا، رغم ماكس كيب مقارنة مع شيبا إينو ليس كما ليس يعني ماكس كيب، وكذلك حتى سابلاي. لكن أظن أنه الحق هو الذي سوف يعني يؤثر على العملة. العملة تفكر الآن بجدية في دخول إلى منصة بينانس، فحتى أنها وضعت في أحد استفتاءاتها مع المستثمرين في التليجرام على أنهم يريدون أن يقوموا بعملية تقليص للعملة، لكن المستثمرون رفضوا هذه الفكرة وبشدة، وقاموا بالرجوع عن فكرتهم، وقالوا على أنهم سوف يستمروا في الحرق إلى أن تحرق الأصفار
وتدخل الى الى منصه بيناس. اتمنى ان يكون فيديو اليوم وحلقه اليوم قد نالت اعجابك. في حال اعجبك الفيديو ولا تنسى الضغط على لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس كما كان اسمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.